Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin wa hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azim sulthanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li ustadhina wa li man ahabba ilaina ولمن أحسن إلينا ولمن حق علينا ولزوجتنا ولأولادنا ولجماعاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا حفيظ يا نصير يا لطيف يا وكيل يا الله. اللهم إنا نسألك ألف قوة وألف بركة وألف نعمة وألف رحمة وألف سلامة وألف دواء وألف رزاق وألف مغفرة وألف علم نافع وألف حاجة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تعطينا ما سألناك وقضي لنا حاجاتنا وحصل مقاصدنا مقاصد الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أسألك الإجابة والبركة والكرامة. أبشر الأسرار الفاتحة.